جدي شو بدنا نساوي؟ وين بدنا ندور عليهم؟ هلأ خلونا نروح من هالمكان الوسخ. أنور معه حق، ما في فائدة ينتم هون. يلا يلا يا شباب، يلا. يلا استعجلوا شوي، بوسنيين حقيرين. يلا بسرعة، شو عم تتمشوا؟ امشوا بسرعة. يلا اسرع اسرع اسرع. يلا 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 حركوا بسرعة. يلا اولادكم سخين، مسلمين بدكم حرق، الله يريحنا منكم. امشوا، ما بدنا ياكل على ارضنا. يلا بسرعة اولاد، امشي. يلا يلا حركوا. يلا يلا بسرعة. يلا يا حقيرات بسرعة. شو عم تتمشوا هون؟ يلا ولا خليكم بالدور يا حيوانات. امشي امشي. يلا بسرعة بسرعة. امشي. يلا ما بدي ولا صوت. عايدة صفاء، عايدة استعجلوا. صفاء الحمد لله لساتك عايش. خلتي وفاء. عايدة امشوا. يلا لا تنتهوا، امشوا بسرعة ولك. امشوا بسرعة امشوا. يا أمري منيح اللي شفتك بخير، والله خفت كثير يكون صاير لك شيء. الحمد لله غسالة عايشي، الحمد لله. لا توقفوا، يلا امشوا. هاي الحرب لك بنتي، ما في بالحياة أبشع من الحرب. يلا خلونا نمشي. هاي الحرب امشوا كثير سيئة، كثير سيئة. امشوا يلا اركضوا، يلا بسرعة بسرعة. العنكم بوسنيين وسخين ولك. خالتي وفاء. يلا انت وياها. هلا اللي عم بيصير معنا حقيقي. هذا اللي عم بيصير مو طبيعي ابدا. ما عم صدق كيف ممكن يصير هيك. ما بعرف، بس انا بحياتي ما شفت اسوأ من هيك شيء. يلا امشوا بسرعه. تحرك ولا شوف. امشوا بسرعه لا توقفوا. يلا عايدة عايدة قومي وليك. خلصيني وقفي على حيلك. يلا بدي بسرعه. لك تحرك ولا شوف. لا توقفوا، يلا فوتوا لجوا. على مهلك. يلا لشوفها كلها بسرعة. يلا يلا فوتوا لجوا بسرعة. الكل يقعد بمحله، ما بدي اسمع ولا صوت. بسرعة فوتوا لجوا. يلا يلا عدوا لشوف. امشي امشي. روحوا هيك بسرعة. ليش جينا لهون؟ شو هالمكان هاد؟ يلا فوتوا بسرعة لا تلتهوا. فوتوا. استغفر الله العظيم. هدول شو بدهم منا؟ اصمت اصمت، لوين راح؟ انت ليش تركتني هون لحالي؟ ستي عصمت ليش تركتني هون ورحت؟ ستي خلص لا تقلقي، جدو رح يجي بعد شوي لحتى ياخذنا كلياتنا، بس بترجاكي عادي. يلا كيف رح نقدر نتحمل نضل هون؟ المكان مثل الزريبة. ان شاء الله تضلي هون وما ياخذوكي. الله يلعنون. ليش يعني مين بدي ياخذني؟ هدول الحقيرين ما في عندهم شرف، ما بيتركوكي بحالك. بيجي هداك الظالم اللي اسمه هديج وبيتفرج على الأسرى الجداد، وهيك بينقي النسوان والبنات الحلوين وبياخدهم من هون. شايف؟ هداك لوين بياخدهم؟ هن بدهم يوسخوا شرفنا ويعاملونا كأنه نحن جاريات عندهم، لأنهم بيعرفوا منيح إنه شرفنا أسمى شيء بنملكه. إن شاء الله تضلي هون يا بنتي، إن شاء الله. دخيلك يا رب تحمينا منهم، دخيلك يا رب. يا
ابني برضاي عليك، انت صار لك كم يوم مرتحت ولا نمت لحظة؟ فوت اتسطح لك شوي. ماما انا منيح هيك. يلي سوى هالشي تجاوز كل كلام وتوصيات النبي عيسى. خطفوا نسواننا وبناتنا وقتلوا كتير ناس ابرياء منا، وهالشي مو موجود باي دين بالعالم. الظاهر انك اخده برد، تحبي يساوي لك شيء لترتاح معدتك؟ لا ايفانا يسلموا. تبكي يا عمري، تحمل حبيبي رح نطلع. عايدة، شو أمك ما ساوت الأكل لهلأ؟ نحن إمتى بدنا ناكل؟ خبريها تحضر السفرة، رح أموت من جوعي. ماشي ستي، تحمل شوي. لا تناموا لك خنازير، هدول طلعت ريحتهم. عايدة، هي مو ميرا؟ شو إلها شغل هون؟ ما بعرف. اسمعوا، الجارديان ميرا يلي رح تهتم فيكم، انتوا لازم تسمعوا كلمتها، ماشي؟ بعرف انه هالمكان سيء كتير، واكيد ما حدا منكم بده يضل هون، وبعرف انه كلكم اشتقتوا لبيوتكم ولعائلتكم، وانكم مستعدين تساووا اي شيء لتخلصوا من هون. انا رح ساعدكم. ان شاء الله رح تخلصنا من هون. الحمد لله، الف الحمد لله. اذا كنتوا عاقلين وتصرفتوا منيح صدقوني رح نطلق سراحكم كلياتكم. منيح كثير رح تنطلق سراحنا، الحمد لله يا رب. الظاهر ميرا رح تخلصنا من هون، بس صفاء خلينا ما نبين انه بنعرفها مشان ما نسبب لها اي احراج. ايه انتوا جوعانين؟ رح نجوع. جوعانين كثير. انتوا ليش ما جبتوا لهم اكل؟ مو حرام؟ بعد شوي رح تخلص كل مشاكلكم. الف الحمد لله، الف الحمد لله، هالبنت رح تنقذنا كثير منيح. الحمد لله يا ربي. الله يحميكي. عم يرتكبوا جرائم حرب علنا، عم يهاجموا الناس المدنيين بلا رحمه، بيحاربوا من دون قوانين. هنن عندهم هدف واحد وكل شيء مسموح ليوصلوا لهدفهم. بس هالشي حرام يا ابني. ليش هدول شو بفهمون بالحرام؟ بس لو نقدر نلاقي اثر صغير على مكانهم. بس ما في. اكيد نحن ما رح نقعد نستنى لحتى نلاقيهم. ما رح نستنى، نحن رح نتابع بحربنا، ولما نهزم الصرب بنكون خلصناهم من الاثر ان شاء الله. هذا هو المكان، رح نحفر فيه الخندق، هون رح تكون جبهتنا، ما عاد نسمح للصرب يتقدموا أكتر.
ممنوع انهم يمروا بهي الضيعة وما عاد يقدروا يأذوا حدا. رح نخلي مناوبين بالخندق وهيك بتكون المنطقة التحتانية آمنة. بس نحن بيتنا بالطرف الثاني. نحن ما بقى فينا نضل بهداك البيت، صار للسرب هلأ. فترة بسيطة وبيرجع. طيب بأي بيت رح نقعد بعد ما أخذوا بيتنا؟ شو هالحكي حبيبي؟ ليش نحن وين رحنا؟ تجي بتنام عنا ومنعطيك تخت عائدة حبيبي، ماشي؟ بس ترجع عائدة والكل بدي ساوي لك تخت كتير حلو. بنتي حبيبتي الله أعلم وين هلا. يلا خلونا نبلش بالحفر يا شباب. واحد بيحفر والتاني بيشيل التراب. يلا الله يقويكم، انتوا وقفوا احموا المنطقة يا شباب. يلا عرفوا قيمة الجارديان ميرا، شفتوا هي جابت لكم اطيب اكل. إذا بدكن تاكلوا من هالأكل وإذا حابين إنكن تطلعوا من هون. لازم تغيروا دينكم بالأول. هاي شو عم تحكي؟ شو نغير ديننا؟ شو عم تحكي؟ هاي معقولة الحكي؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ما فهمت شو قصدها؟ انتو رح تتركوا دين الإسلام تبعكن؟ لا مستحيل، استغفر الله العظيم. شو هالحكي؟ أعوذ بالله، شو نغير ديننا؟ هاي شو عم تحكي؟ شو هالحكي؟ مستحيل أعمل هالشي. أعوذ بالله. إذا انتو بدكن تضلوا عايشين هون لازم تصيروا مسيحيين لنسمح لكم تعيشوا. يعني انتو بدكن تغيروا دينكم بالأول. هاي شو عم تقول؟ بدي موت وأنا عم أقول الشهادة، ما بغير ديني أبداً. خلاص الله ما بيسامحنا على هالشي. خلص تقيدي شوي. أنا مستحيل غير ديني. بكفي. الدين الحقيقي هو الدين المسيحي، هذا دين أغنى دول العالم وأكثر الدول المدنية هي الدول المسيحية. وأنتوا كمان بس تغيروا دينكم رح تشوفوا هالشي، كلكم رح تعيشوا أغنياء ومرتاحين وما عندكم هموم. طيب وكيف بدنا نغير ديننا؟ رح نعطيكم أسامي صربية وبعدين بيجي القسم شاني عمتكم، يعني شغلة سهلة. تقري سهل نصير مسيحيين؟ بس نحنا مستحيل نتراجع عن دين الإسلام لو شو ما صار. بصراحة الشيء المستحيل هلأ إنكم تضلوا عايشين هون كمسلمين. نحن ما بدنا ولا أي مسلم عايش على هاي الأرض وما بدنا ولا أي جامع فيها. يا دخيلك يا ربي شو عم. هاي الأراضي للصرب وبس. ما عم صدق يلي عم اسمعه. خلينا نبلش منك أنت. قولي لي لشوف، انت ما بدك تغيري دينك وتصيري مسيحية؟ لا. يعني ما انك حابة تطلعي من هون؟ بحب بس ما بوطيلكن راسي. لك معناها خلينا نشوف راسك اذا رح يضلك فيه. وطي هيك بتسجدوا ما هيك؟ بدكن تسجدوا لنا هون. حرام عليك لا تسجدوا. الله يكسر ايديك اتركها معاه. جدي جدي الله يكسر ايديك. شو سوينا لكم اللي تعملوا فينا هيك؟ جدي 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 هيك انتو تسجدوا ما؟ جدي
استغفر الله العظيم. لا تزعل جدي. فهمتي درسك هيك؟ فهمتي لمين لازم تسجدي؟ ما الله لا يوفقكم. خلص ابني حبيبي لا تبكي. يا ربي لا تعملها، بترجاكم اتركوها، انتم ما في بقلبكم رحمه. وقف. لكن انت بدك تحمي رفيقتك ما هيك؟ لا هي مو رفيقتي، بس بشوف انها احسن من كتير رفقات. طيب خدي محلها، انت غيري دينك بداله، صيري مسيحيه. وانت صفاء، امك مو مسيحيه؟ شو الك شغل بين المسلمين؟ ابي رجال مسلم، وانا اجيت على هالدنيا مسلمه. بس انت صرتي كبيره هلا، لازم تصيري مسيحيه. انت كمان ما بدك تغيري دينك؟ وانتي؟ لا. وانتي؟ ابدا. انتي؟ ما بغير ديني. انتي؟ مستحيل. انتي؟ لا. ولا وحده منكم بدها تطلع من هون؟ انتو ما بدكم تاكلوا من هالاكل؟ لا ما بدنا. يعني ولا وحده بدها تغير دينها؟ ابدا. لا ما بدنا، ما بدنا. ما منغير ديننا لو بدنا نموت. خدوا الاكل من هون. كل المسلمين يلي رح يعملوا هيك بدهم يموتوا، وانتم بالاول. الله لا يوفق. يا حرام دخيلك يا ربي. بدك تخليهم يقتلوكي؟ مرحبا، انت ماركو ما؟ ايه، ليش بتعرفوني؟ طبعا، ابن اخوه لمأمون. يعطيكم العافيه، نوبه موفقه. ماركو مو مسموح تمرق. يعني بدي اخذ اذنك لحتى امرق؟ هي التعليمات، هداك المكان مو امن. يلي بعرفه هالمنطقه بايد الصرب، فكيف ما انا امنه؟ هيك الأوامر، للأسف ما فيني اسمح لك. الكل عم يمرقوا، أنا بدي روح. هدول معهم إذن. أنا لازم روح، هالشي كتير مهم. ماركو ما فيك تمرق، هاي الأوامر، لا تصعبها. لك شو عم يصير معكم؟ ما قدرتوا تحاربوا كم واحد قروي تافه؟ جابوا قوات دعم، ما كنا متوقعين هذا الشيء. هدول جرادين.
راس الأفعى الكبيرة مراد وهداك الوسخ مصطفى صار لازم ندعس على راسهم بأسرع وقت. ندعسهم بسيطة، بس المشكلة كمان هنن أخذوا مواقعهم ورسموا كل حدودهم وما عم نقدر نفوت على طرفهم. نحن لازم نتخلص من هدول الجماعة، هدول هن اللي عم ينظموا البوسنيين. ما في شي طريقة نخترق هديك الجهة؟ بجوز في طريقة نخترقهم بدون ما نروح لهنيك. طبعا في طريقة بنقدر نحل هالشغلة من بعيد، بس المشكلة ما عنا الذخيرة الكافية لهذا الشيء. بالنسبة للذخيرة رح جيب لك كل شيء لازم لهون، يمكن القاذفات طويلة المدى بتحللنا هالمشكلة. نحن رح نفجر بيت مصطفى ومراد مع بعض، ما رح نخليهم عايشين، وإذا هربوا رح نلحقهم مثل القطة ما بتلحق الفارة، ووقتها ما رح يضل حدا يوقف بوشنا بكل هاي المنطقة. أنا رح أحتفل. نظموا المناوبات تبع رجال. حاضر. وبتنتبهوا على الذخيرة منيح. ماشي. لا تاكلها. لا تنسوا اللي قلته. ماشي. لا تخاف. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا لك. الله يعافيك. والله شاغلين منيح. الشباب كتير متحمسين. في قسم من الفريق بيقدر يرتاح من الشغل شوي؟ ليش في مهمة جديدة؟ اجتنا اخبارية هلا رح تصير عملية شحن مهمة بالمنطقة. عملية شحن سلاح؟ لا عساكر، جاي موكب كبير فيه ضباط صرب كتير مهمين. معناتها بنقتلهم كلهم. بيكونوا منيح اذا ماتوا، بس الاحسن انه نحجزهم عنا وهن عايشين. طيب شو خطتك لهالعملية؟ منبادر الأسرة تبعنا مقابل أسراهم. معناها فينا ننقذ أولادنا وأهلنا؟ يمكن في احتمال كبير لهالشي. طيب ليش لساتنا واقفين؟ خلينا نبلش فورا. ما فيني وعدكم بأي شيء، حتى لو أسرناهم بجوز ما تتم اتفاقية التبادل. شو ما كان يكون نحن مستعدين نجرب كل الطرق لحتى ننقذ أهلنا. نحن جاهزين سيد، جاهزين. اي على بركة الله. هذاك الباب اللي خبرتك عنه. كيف عم تفكري انك تفتحي؟ بتقولي له افتح يا سمسم بيفتح؟ عايدة لا تخبصي، اكيد منلاقي طريقة. فكرتك ما رح تنسحبي بسرعة. الظاهر كنت غلطانة. لا انا ما رح انسحب، بس انت كمان خليكي واقعية شوي. أكبر الأبراج طلعت من عائل أصحاب الخيال، ما سمعتي بهالشي من قبل؟ أنتو التنتين شو عم تساووا عندكم؟ هلأ فهمت، عم تختاروا مرشحين لمسابقة الجمال بكرة. لا تتعبوا حالكم على الفاضي، القائد رح ينقيكم واحدة واحدة. شايفة؟ هدول عيونهم علينا على طول. نحن مستحيل نقدر نهرب من هون. ما منعرف قبل ما نجرب. طيب إذا نجحنا بفتح الباب كيف رح نهرب لبرا بدون ما حدا يشوفنا؟ خلينا نقول إنه طلعنا، بكل مكان في حراس وأسلاك شائكة، كيف رح نتجاوز كل هالشي؟ ليش ما عم تفهميني؟ ما فينا نضل من دون ما نساوي شي، نحن لازم نتحرك، ما بصير هيك.
احنا لازم نتحرك. مستعدة لنهرب من هون؟ مستعدة. تفضلي. بدي ساوي اختبار. اختبار شو؟ اختبار حمل. تفضلي لهون. اهلا وسهلا، جايتك لهون بتفرح القلب. ماركو نحن منحب نشوفك بيناتنا على طول. عمي انا محتاج لمساعدتك. طبعا ابن اخي، شو ما بدك؟ كنت ماشي على طريق تيتو بس رجالك وقفوني، ما سمحوا لي امرق لهنيك. بتخبرهم لهدول؟ وانت شو بدك بنروح لهنيك؟ عمي انا بترجاك، هاي القصة كتير مهمة لإلي. فهمت عليك، مشان هديك البنت المسلمة عايدة. ما ماركو ابني، انت لازم تنسى هديك البنت، نحن بحرب معهم وهي عدوتك. هلأ بعدين شو، نحن معنا بنات؟ أنا ما أجيت لأسمع النصائح منك. بدك تساعدني بهالقصة ولا لا؟ بدي أعتذر منك، ما بيطلع بإيدي ساعدك بهالشي، هاي الشغلة أكبر مني. الأوامر لهي الشغلات جاية من فوق. الولد ما بتحذر عليه شو ممكن يساوي، ما شفته شلون عيونه تسكرت من الحب. لا تقلق أبدا، أنا نبهت كل نقاط التفتيش. لازم تضغط عليهم أكثر مشان ينتبهوا منيح، ما بدي ماركو يروح يساوي شي جنان. رح نقطع طريق الموكب شي شجرة كبيرة، ولما يوقفوا منهاجمهم بسرعة. وإذا رجعوا لورا؟ لازم نساوي شي يمنعهم من الرجعة. منحط شجرة وراهم كمان؟ ما بيمشي الحال، نقدر نسكر الطريق قبل ما يجوا. بس ونحن عم نحط شجرة وراهم بيقوصونا. مزبوط، منصير هدف واضح. طيب شو فينا نساوي؟ بس لو كان عنا شي قاذف. شو كان بصير؟ منضرب آخر سيارة بالموكب، بهالطريقة ما بيهربوا لورا. ما فينا نلاقي شي قاذف هلا؟ ما في معنا وقت منيح، كتير صعب. اعتبروا هالشغلة محلولة. بابا شو بدك تساوي فيها؟ هي قاذف يا أولادي، يلي قدامكم مو أول مرة بشوف الحرب، بدك تتعلم تخترع من العدم إذا كنت بالحرب. أنتو اعتبروا هالقاذف جاهز. معناها الشيء اللي لازم نلاقيه هلأ طرف مفتوح وطرف منساوي فيه الكمين تبعنا. وليش طرف مفتوح؟ ليهربوا لهداك الطرف لما نقوص من التلة. كيف يعني؟ بدك ياهن يهربوا؟ لا تشغل بالك، ما رح يقدروا يهربوا، رح تكون عنا مفاجأة لهم. Thank you.
ماركو شو في؟ لا توقف لا توقف، امشي الحقوا، لف على اليمين الحقوا بسرعه. اعطيني سلاح. شو القصة؟ انت مين عم تلحق؟ الكلب يلي هو سابي. لك خلينا نمسك هالكلب. واقف ولا بوصلك؟ انت من هون وانا من هنيك. ماشي بس نمسكه من اوسو. ميرنا خانو، النتيجة ايجابي. ايجابي؟ يعني انت حامل. ما كنت متوقعة هيك شيء؟ اكيد زوجك رح يفرح كتير لما يسمع هالخبر. انت بعمر كتير مناسب لحتى تحملي وتخلفي. حملك رح يكون كتير منيح بس لازم ترتاحي شوي. حتى لو فتت لآخر جهنم بدي لاقيك. قلت لك ما تفرجيني خلقتك بالمرة؟ ها؟ اختفي من هون يلا. وين راح هداك الكلب؟ وينه؟ راح من هون. أنسي داليا، هي المنطقة حامية كتير ونحن صرنا متعودين على أصوات الانفجارات. المكان اللي اجيت منه ما كان هادي، وكنا نسمع اللي عم بيصير هون كمان، بس ما كنت متوقع كل هالقد. أوضاعنا عم تسوء كتير، نحن عايشين تحت النار وشعبنا عم يحارب الجوع والعطاش غير العدو، وحتى ما عنا غير كم خط للتليفون. بس هون بقلب أوروبا هالوضع ما رح يطول كتير، العالم لازم يوقفوا الوحشية اللي عم بتصير. ما عندهم علم عن الوحشية اللي عم تصير هون، أو بيعرفوا بس مطنشين. بركي بس لتروحي لاسطنبول بتصير صوتنا. انتي لا تقلقي، رح نساوي اللي منقدر عليه، منبعتك لعند ابوكي بتركيا بسلامة. هذا دين على رقبتنا، المساعدات وشاحنات الغذاء والادوية اللي بعتها ابوكي لهون إلى اهمية كبيرة بالنسبة إلنا. فضل ابوكي كتير من الناس هون صار عندهم اكل ودواء، ولما توصلي على تركيا بلغي ابوكي تحيات شعب البوسنة وانه كلياتنا منتشكره. طبعا رح بلغ.
فضلنا المكان. احكي لي شوف، شو هالخبر المهم؟ ألف مبروك، راح تصير أب. مرتك لما طلعت راحت على المركز الصحي، ساوت اختبار الحمل، سمعت الممرضة عم بتقلها. خلينا نروح من هون. لازم نروح من هون بأسرع وقت. أنسي داليا، ما فيني روح، ما فيني روح. شو قلتي؟ قلت لك ما فيني روح من هون. بترجعكم سعد وبنتي عم بتموت. صدقيني هي آخر فرصة لك، بجوز ما تعودي تقدري تطلعي أبدا. ممكن يكون أنا آخر فرصة لهالطفلة، ما فيني روح وأتركها، ما رح روح لتركيا. أنا بترجعكم ساعدوني، بنتي عم بتموت. صحيح الخبر؟ مزبوط انك حامل ولا؟ جاوبيني. انت ما لك دخل فيني. كل شي بخصك انا اللي لي علاقة فيه. ما دخلك فيني. ما بتتحملي لمستي بس بتروحي وبتنامي مع هداك الكلب التافه. ما حملت منه مو هيك؟ يلي بطنك بيكون ابن هداك الحشرة يا واطية. وحضرتك شو فكرني بقى؟ بعمل علاقة مع كل واحد بيطلع قدامي؟ يلي بطنك ما لازم يعيش. انت بدك تنزلي فورا. سلام، شو عم يصير؟ خلدون، عايدة صفا، قوم قوم. صوتهم هدينك المجرمين، يمكن انتفسوا. شو بدك تساوي بهدول؟ بدك تحاربيهم بقطع الإزاز؟ لا حبيبتي، بدنا نقص فيهم شعركم، لازم تبينوا بشعين قدامهم. بس ما بدي أي واحدة منكم تعارضني، مستحيل اسمح لهذاك الكلب إنه ياخدكم. ما فيني اتحمل شوف هديك اللحظة. بترجعكم لا تكسروا بخاطري يا بناتي. مشان الله تقصوا شعركم. تعال
هيدا شعراتك كانوا كتير حلوين. مو مشكلة، بس نخلص من هاي الحرب الحقيرة فينا نطول شعراتنا كمان قد ما بدنا. ما كنت مفكر انه حياتي مهمة هالقد، بس انا دعيت كتير، دعيت اني ارجع لهون شوفك وكون معك يوم تاني. تعرفي شو تعلمت من القائد هنيك؟ شو اللي تعلمته؟ تعلمت كيف لازم نقاوم العصابات واللي بيحاول يدمرنا ويخوفنا ويقتلنا، واللي بيرعبنا وبيرهبنا، واللي بيحاول يحتل أرضنا. طيب وكيف بدنا نقاوم هالشي؟ إنه نعيش حياتنا. هدفهم بهاي الحرب إنه يهلكونا، مشان نخاف ونهرب ونترك أرضنا. هيك منكون تركنا حياتنا، مشان هيك نحنا لازم نكمل حياتنا جكارة فيها. الطلاب بيروحوا على مدارسهم، والشباب بيقعدوا بالقهاوي وبيتسلوا، والولاد بيلعبوا بالجناين، والنسوان لازم يلبسوا أحلى أواعي ويمشوا بالشارع، ولازم يعملوا برك ويروحوا لعن جيران. أبداً ما لازم نخليهم ياخدوا حياتنا منا. لازم نضل عم نرقص ونفرح، لازم نتزوج ويصير عنا عيلة وولاد. قائدي قال لي ما لازم نحارب العدو بس بالقنابل ولا برصاص، حاربوه بقلب وحب. قال فيكن تقاوموا، تعلقوا بكل شي بتحبوه، بوطنكم وشعبكم وعوائلكم وحبيباتكم. قال تعلقوا فيهم منيح، عيشوا محبتكم جكارة فيهم، لأنه وقتها بس ما بيقدروا يدمرونا. قبل ما يحفروا القبور تبعنا منزرع شتلة صغيرة بحديقتنا، ومنشعل عود كبريت بالعتمة. عايدة، تقبلي تتزوجيني؟ ما بعرف كم نفس رح اتنفسه، بس من هلا لآخر نفس إلي بتقبلي تكوني زوجتي؟ بنتي ما عاد في نيكولاس، أنا هلأ المسؤول عنك وعن أخوك ماركو، وبدي ساوي كل شي لحتى تكونوا مناح ومبسوطين بحياتكن. بتعرفي هالشي ما؟ السعادة بتختلف من شخص للتاني، ممكن تتغير حسب الأشخاص، بس في شغلات أساسية وما بتتغير بالمرة، مثلاً إنك بنت صربية أصيلة. قصدك يعني معقولة هالصربية تكون مع بوسني؟ مشان هيك أنت أجيت لعندي، بدك تحاسبني وتقلي أنا كيف بساوي هيك؟ ميرنا، أنا ما رح حاسبك على شي، الكل ممكن يغلطوا، بس الشي المهم إنه ننهي هالخطأ بسرعة وما نخليه يستمر. بس هو ابني كمان، كنت كتير بحب يكون عندي ولد. شغلة بسيطة، أنت لساتك صبية، ولا تنسي زوجك خلدون. بس فكر بخلدون، بحس بمعدتي عم تقلب، مستحيل يكون أبو ولادي. على سيرة أبو ولادك، بتحبي يكون مثلاً قاتل أبوكي؟
وينك يا حبيبتي؟ شو عم تساوي هلا؟ النوم حرام علي بدونك. انت قدرانة تنامي؟ عم يعطوكي شي لتاكلي؟ او عم تقدري تاكلي؟ ان شاء الله تكوني مع امي، هيك بتساندوا بعض شوي. شو هالامتحان يا ربي؟ لوين اخذوا حبيبتي؟ كيف عم يتعاملوا معها هلا؟ يا رب اعطيني القوة لأتحمل هالألم وخلصه. حبيبي، قلت لك طالما انه حبنا موجود ما في شي بيوقفنا، وطالما انه عم نفكر ببعضنا ما في مشكلة. الشي اللي مخليني واقفة على رجلي هو حبنا. انت ما عم تغيب لحظة واحدة من بالي. يا ترى شو عم بتساوي هلا؟ انت عم ترمي حالك قدام النار؟ انا بخاف كتير بهالحرب، شو رصاصة طايشة تجرحك؟ عم ادعي لربي عطول كل رصاصاتي بعدوا عنك. انا نسيت شو هو النوم، او انا هلا نايمة؟ كل اللي عم نعيشه كابوس. شو هالايام يا ربي؟ والله عذاب اني ما اعرف اخبار حبيبي. اعطيني القوة لاتحمل يا ربي. كان عندي احلام كبيرة مع حبيبي، خططنا انه نساوي عرس كبير ويصير عنا بيت وعائلة، وان شاء الله بيصير عنا اولاد كمان. شي غريب، مين كان بيتوقع بعد الايام اللي عشناها انه يكون اكبر حلم إلنا بس انه نضل عايشين؟ يلا وقفوا هون لشوف. قوموا بسرعة، يلا ما سمعتوا شو قالت. بسرعة. يلا انت وياها قوموا، يلا يلا يا بوسنيين، يلا وقفوا وقفوا لشوف، وقفوا جنب بعض، وقفوا يلا تحركوا، يلا يلا بسرعة. شو ساعة لطفوليك لشوف؟ بسرعة بسرعة انت وياها، شو بدكن منا؟ يلا يلا وقف هون بسرعة، يلا 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 بسرعة، يلا نشوف، يلا بسرعة وقفوا جنب بعض، يلا لهون لهون، وقفوا هيك لشوف. يلا شو يلي صاير لشعرك ميرا؟ انت رح تساعدينا ما هيك؟ خاتم حلو كتير. ميرا وقفي، شو عم تساوي؟ لك هذا خاتم خطبتي. ما عدتي محتاجة لهالخاتم. كيف بتساوي هالشي فيني؟ نحن كنا نقعد بنفس المقعد بالمدرسة. هالشي صار بالماضي. يلي قدامك مو ميرا رفيقتك بالصف، هلا انا نجارديان ميرا. يلا لا تلتهوا، يلا القائد رح يختار البنات الحلوين بمخيمنا. رح نبلش هلأ بمسابقة الجمال. لا يلا تعالي لهون، تعي انت كمان، يلا بسرعة، يلا يلا تعي انت كمان، يلا بسرعة، يلا امشي امشي امشي. ترجعكم ليش عم تعملوا هيك؟ يلا تعي اتركونا. الله يحرقكم. Thank you.
شو ها؟ الأخت المسلمة عم تساعد أخت المسلمة، عن جد تأثرت كتير. طالما أنتم مسكتوا بيدين بعض ما رح نفرقكن عن بعض. يلا تفضلوا معنا يا حلوين، أنتم محظوظين، اخترنا كل مهمة أصيلة. لا امشي. وقفوا، ما رح نخليكم تاخذوها. اتركوها، خليكي محلك. قلت لك ما في محلك، احسن لك لا تربي يا تاخذوها، حرام عليكم. اضربوني. شو ما في عمكم؟ رحنا بالمرة شو قلبكم من حجر؟ ترشاكوا اتركوها، حرام عليكم. كيف بتعملوا؟ كثير عم بترشاكي. قلت لك اسكتي، بكفي بقى. ترشاكي حرام عليك. بكفي، خليكي محلك. مستحيل تكونوا وين المشاكوني. بكفي بكفي، لا تترجون لهالمسخين من شاني، يعني شو رح يعملوا فينا اكثر؟ لا تزعلوا كل هالقد، راح يجي دوركم كمان. خذوهم يلا قدامي انت وياها. اتركني. يلا امشي لهيك. انا قلت لك روحي لمحلك. تركوني بترجاكم، حرام عليكم. يلا امشوا بسرعة، ما بدي اسمع ولا صوت. شو بدكم فينا؟ بترجاكم ترسي انت وياها. وين اخذينا؟ حرام عليكم. ولا صوت. يلا امشوا. امشوا قدامنا. اخي لك يا رب تساعدون ولا تتخلى عنه، اعطيهم الهوى والصبر يا رب. والله حلال عليك، انت عملت هذا القاذف من العدم. هذا مو قاذف، اسمه جوليان. بابا هذا عن جد رح يفجرهم؟ ما باذن الله يا ابني. طيب ما كان لازم نجربه بالاول؟ ما عنا ذخيره نصرفها على الفاضي. طيب بلكي ما اشتغل. رح يشتغل باذن الله، رح يشتغل. اجوا بابا. بابا عددهم كتير كبير، جاهز حالك. وطي صوتك، اهدى. يلا خلي سلاحك يفجرهم. يلا زلوا، يلا لنشيل هالشجرة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بابا خليهم يطيروا بالهواء. ماشي ابني ماشي. بسرعة بسرعة انت وياه بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مانو عم يشتغل. يلا بسرعة ارميهم، ليش ما عم يشتغل؟ قاطعين الطريق. هذا كمين، فروا بسرعة السيارات. هذا كمين. يلا امشوا بسرعة، هربوا هربوا، اركضوا. هذا كمين. يلا عم يهرب. اركضوا. شو صار؟ يلا بابا بسرعة. لحظة لأشوف شبه، راح أحلها. شو جاهزين؟ ما بنستفيد، سكرنا الطريق ورا. هادو هادو. يلا بابا بترجاك اضربهم بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اوصوا عليهم السيارة، جاوا الكل يتخبى. ليكم فوق على التلة. يلا اوصوا كمان، لا توقفوا. اوصوا بالجولات، سيبوا حدا، نحن بدنا اياهم عايشين. اوصوا لفوق. هذا يجمع سلاحه. ما عم تروح صفاء من بالي بالمرة. وينها؟ الله أعلم.
الله يلعنهم شو حيوانات. انتي تعي معي، بدك تنطفي وتمسح الارض جوا، وانتو معاها. نطفوا بسرعة. انتو خليكن هون، رح تطفوا الغرفة. انتي تعي لتجيب السطل والمشي. افتح. قابلت القيادة شي؟ ايه قابلتهم اليوم، بس رفضوا طلب الأكل. قال بنعطيهم الأكل كل ثلاث أيام للحيوانات. أنت لساتك هون؟ يلا خفيها، اطلعي بسرعة. يلا نطفوا وسخكم. حضروا حالكم، رح نروح من هون. انتي شو عم بتقولي؟ يلا احكي، لا تخليني جن اكتر. يلا لشوف، بسرعة اتركوا هالحكي الفاضي وحركوا ايديكم. يلا بسرعة. انتي شبكي؟ عم بتخبي عني شي؟ ليش وصلنا لهالحالة؟ نحن من زمان ما كنا بس اخوة، كنا رفقات، ما كنا نخبي شي عن بعضنا ونحكي همومنا لبعض. ما عادت همومنا خرج نقولها لحدا ابدا. بس ما بتخسري شي اذا جربتي. أنا حامل، أنا متجوزة خلدون، بس اللي ببطني بيكون ابنه لسليم، ابن الشخص اللي تسبب بمقتل أبونا. أنا مالي عرفانة شو بدي ساوي. إذا أنا خلفت وقتها بكون جبت ابن قاتل أبي، وإذا نزلته رح أضل عايشة بعذاب الضمير. بس بركي كلام سليم صح وكان بريء من دم أبي. هالموقف صعب وصعب تاخدي قرار. هي ياريت لو كان فيني أعطيكي نصيحة، بس شو ما كان قرارك أنا رح كون معك. شو ما كان مطلوب مني أنا مستعد ساوي. لو إنه ما صار شي أنا بفكر بأيام زمان، مراد، سليم وعايدة. عن جد نحن عشنا هديك الأيام؟ كانت هديك الصداقة؟ هالحرب وقعت بيناتنا مثل القنبلة وفرقتنا، وحتى بسببها تقطعنا. هالحرب أخذت مني جزء كتير كبير. عايدة، عايدة ما أنا موجودة. يا ترى وينها؟ شو وضعها هلأ؟ ما عندي أي خبر عنها. قلبي عم يحترق من جواته ومقهور كتير لأني ماني قدران ساوي أي شيء.
رح نضل هون؟ انت اللي سرقتي ايدي يا حراميه. انا برجيه خبزتي انا. هي خبزتي انا، هاتيها لهون. هي الي، روحي من هون. بعده عني. والله خبزتي انا ما اخذت شيء احسن لك. ها بعدي هيك. بعده عني. بعدي. اعطيني خبزتي انت وياها. عيب عليكم. يلا بعده عم بعمل. بعدي هيك بكفي، لا تتخانقوا. هدول شو مشكلتهم؟ بعده هيك بدي اخذ خبزتي. بدي تعطيهم درس. عملكم اللي هالكلاب ياكلوا بعضهم. شو عم تسوي؟ احسن ما نتعب حالنا. ما يلا بعده هيك بكفي. بكفي تركوا بعضكم. ليش كلكم هجمتوا علي؟ هي الخبزه اللي مو الها. بكفي بقى، رسوا افتح الباب. بعده هيك. راح يا حرامية، انت سرقتي خبزتي. انا بورشيك. كفي ولك خرسوا. كفي ولك خرسوا. بعده هيك. يلا بعده عن بعض. يلا تعي. شو انتو جنيتوا؟ لك تركيها، بكفي انت وياها. لك خرسوا احسن لكم. ها تركوا بعض. عملكم سرقت خبزتي، انا بدي خبزتي. خرسي. شو عم تساووا؟ بعده عن بعض عم تركوا. لا انا مو خبزتي. لك تركوا بعض. لك تركوا بعض. كفي بقى. لك تركوا بعض خلصوني. تركوا بعض انت وياها عملكم. يا حرامي انا وليد انت اللي سرقتيها. ليش هيك عم تساووا؟ ليش تركوا لي خبزتي منها طيب؟ خلص يا حيوانات اتركوا بعض. لك اتركني انا ما دخلت. خلص معك انت الحرامية. انا بدي خبزتي، اعطيني الخبزة. هاي خبزتي انا. لك اتركوا بعض. ليش عم تعملوا هيك؟ لك بعضوا عن بعض. لا تتخانقوا احسن ما بلش فيكن. ها يلا ولك يلا شوف ان شاء الله تاكلوا سب. بعضوا عن بعض بكفي بقى. لك اخرسوا احسن ما اصبكن لسانتكن. ها يلا بعده هيك. هالخبزة لإلي هون يا روح من هون. يلا بعده عم بعض. اتركني بحالي، هي اللي بلشت. بعدي هيك بسرعة. اتركني رسو بكفي. لا تتخانقوا خلاص. بعده عم بعض لشوف. خلاص والله انا ما دخلت شي هيك. اتركيها. عملتوا اتركوا بعض العمل. القائد جاي لهون. سيدي شو صار؟ مشي حال الاتفاقية؟ قبلوا المقايضة شي؟ ايه قبلوها. الحمد لله. سيدي في شي مشكلة؟ ليكون لا تقولها. سيدي صاير شي لجماعتنا؟ ما بعرف. سيدي شو معنى هالحكي؟ من شان الله احكي وريحنا جماعتنا بخير. بتمنى يكونوا بخير، ما في اخبار عنهم. بس قلت مشي حال الاتفاقيه. الصرب ما عم يعترفوا انهم اخذوا اسرى من هون، قال ما عندهم اسرى مدنيين. ليك هالكذابين المجرمين ما عم يعترفوا انهم هاجموا المدنيين، لانه وقتها بيعتبروا مجرمي حرب. ما هنن هيك اساسا. طيب لك ان هالمقايضه على شو؟ في إلنا عندهم عساكر مساكون من مناطق مختلفة إلنا، المقايضة عليهم هلا. بنتي يعني تعبنا راح على الفاضي؟ لا ما تعبنا على الفاضي، فضلنا راح يتخلصوا عساكرنا. بعرف إنكم قلقانين على أهلكم وهنن عم يحلموا يرجعوا كمان، حاسس فيكم. بس يلي راح يرجعونا كمان عساكرنا كلهم مدربين ومن خيرة رجال، حاربوا بدمهم من شان هاي الأرض. أول ما بيتركوهن رح يركضوا للجبهة فورا، رح يحاربوا من شانكم ومن شان أهليكم. يلي ساويناه ما كان على الفاضي، عملية كبيرة وبترفع راسنا لآخر عمرنا. وإن شاء الله العساكر يلي رح نخلصهم بينقذوا أهليكم. خلي بالك مرتاح، حتي عم تساوي الصح. في أوجاع بالحياة أسوأ من الموت، كان رح يكون خطأ كبير إذا أجع الحياة. أي هالشغلة خطيرة، بس ما فينا نضل هون ونستنى ليجينا الموت. بس يا بنات مو سهل انكم تتجاوزوا الحواجز اللي برا.
رح نساوي اللي منقدر عليه. مستحيل نقدر نهرب كلنا مع بعض. مزبوط، منساوي قرعة بيناتنا. ما في وحدة بيناتنا بتقدر تستغني عن التانية لو شو ما صار يا بنات. بس أنا قلبي عم بيقول الأحسن نبعت الصبايا. نحن عشنا كتير من عمرنا، بلكي هنن بينفدوا بعيشوا. هلأ هدفنا الأساسي إنه ننقذ الكل. يلي رح يهربوا بيروحوا بيجيبوا المساعدة للبقية بيخبروهم عن المكان. وفاء معها حق، بصراحة شغلة القرعة كتير صعبة، بس إذا اخترتوا بنتي رح أنبسط. خلي سلمى تروح في عندها ولا تركته بالبيت. ماشي، أنا وعائدة وسلمى ونيرمين رح نهرب مع بعض، بس نحن هلأ محتاجين لخطة منيحة. أول شي اهدى شوي خلدون. سهل كتير تقول اهدى شوي، تانية بتنحل كل هالقصة، لا تكبرها. لو مرتك بدل مرتي شو بتعمل؟ لا تقلقي بالمرة، ما رح تحسي بأي وجع، بس تفيقي رح يكون كل شي خالص. فينا نبلش؟ لا، أنا ما بدي نزل الولد. شغلي بهالسرعة؟ ما في داعي تزعلي. انحلت المشكلة؟ ما بدها، غيرت رأيها بآخر لحظة. قلتي ما بدها؟ شلون غيرت رأيها؟ مو هلأ، اصبر شوي. ستي، نحن محتاجين مساعدتك لحتى نقدر نهرب من هون. ساوينا خطة بس لازم تساعدينا لتزبط. فضلك انتي، رح نخلص من المسلحين. اي مسلحي؟ طبعا من النازيين يا ماما، من النازيين. ما تقولي هيك من الاول، انا بساوي كل شيء لنخلص من النازيين. انا جاهزة للمهمة، بس قولي شو المطلوب مني. بس الدور تبعك كتير مهم لتنجح خطتنا. فيكي تعملي دور الميتة شي؟ هاي مو داليا؟ ايه والله داليا، اهلا وسهلا. اهلين حبيبتي. اهلين فيكم، فرحت لاني شفتكم. نحن كمان شفت كتير شغلات سيئة بالمكان اللي رحت له، وأنا جاي لهون كنت خايفة عليكم، بس الحمد لله أنكم مناح. داليا، صاير معك شي؟ مراد ما قدرت روح لأن الناس محتاجيني هون، بدي أكون معكم بالجبهة وساعدكم بالأمور الطبية وغيرها. أنا جاهزة لشو ما بتكون، إذا لزم الأمر بحمل سلاح. تعرفي قديش خطر هاد الشي؟ إيه بعرف، حطيت كل شي وراي. برافو، حافرين خندق هون، بهالحالة بتكون كل الضيعة محمية، وهيك بتصير هالمنطقة آمنة. ليكي داليا، بعد ما رحتي صارت شغلات سيئة هون. خبرني شو اللي صار. الكلاب وقعونا بفخ، بعدوا الشباب المجاهدين عن الضيعة، وبعدين داهموا كل البيوت. مات كتير ناس وخطفوا اللي ما مات، ونحن لهلأ ما منعرف شو وضعه. شو يعني؟ أمي خطفوها من البيت، وعايدة كمان، ولهلأ ما منعرف وين. خالي وفاء، عايدة، كيف بيصير هيك؟ دخيلك يا رب. أخذوا ماما حواء كمان. ماما
بس هن مناح، تعرفوا انه وضعهم منيح؟ ما منعرف اي شيء، ما عنا اي فكرة لا عن مكانهم او اذا كانوا بخير، بس عم نتمنى انهم يكونوا مناح. بنتي ما عم يطلع بايدنا هلا غير انه ندعي لهم. كان انت داركو باجيف، بيقولوا عنك انك كلب مفترس من دون حبل، وقال انك ما بترحم المسلم اللي بتمسكه. مزبوط يلي سمعته. خبروني انه في بيتين لازم يتفجروا، خدني ورجيني عليهم فورا، ما بحب ضيع وقت على الفاضي. ماتت هالمسكينة، وقف قلبها من هالحبس. ماما حوا، ليش تركتينا هون ورحتي؟ ماما رجعي مسكينة، ما تحملت هالظلم. ترجعك افتح عيونك. الله يرحمها. مسكينة على هالموتة، بس الله ريحها من هالظلم. ماما ماما الله يخليك رجعي. ماما ليش رحتي تركتيني؟ ماما شو عم بيصير؟ ماتت المسكينة من ذنبكم، الله يلعنكم، انتوا السبب، انتوا قتلتوها، قلبها ضعيف، كان لازم تاخذ دواء. بكفي بقى، خلاص اندفست، ما في داعي لهالضجة. روح شوفها. بعده هيك، يلا مرقوني، قلت لكم بعده هيك، بعده، روحوا هيك. ماتت المسكينة لأنها ما أخذت الدواء. أنت شو عم تساوي؟ لا تقرب منا، بعد إيدك عنا. شو بدك تساوي كمان؟ ميتة. اتركها، ما بكفي قتلتوها. يلا روحوا من هون. بعده هيك، بعده، افتحوا طريق، بعده هيك، امسكها، اتركوها، ما بكفيكم قتلتوها يا مجرمين. نضل معها شوي لحتى نودع. لوين مفكرة أخذينا؟ روحي لمحلك، ولا بدك تروحي معها؟ بترجاك اتركها. الله يلعنكم شو عديمين الرحمة. يلا يلا بس اتركوها شوي. لك خلصي أحسن لك، ولا بدفنك إلك معها. ها امشي سكر. لا تعملوا هيك. يا لطيف شو تقيلة، ظاهر عم طعميهم كتير. بلا ما نقول للقائد انها ماتت لحالها ببهدلنا. بدنا نحفر لها قبر كمان؟ خلينا نتركها هون لتتعفن. ليش مالك شايف انها متعفنه اصلا؟ انت المتعفن، انتوا المتعفنين. هوني نازيين كلاب. هريا مو ميتة. انتي ما متي؟ ليش لموت ولاد؟ انا مره ما بموت بهالبساطه، سويت عليكم مقلب ومثلت دور الميته بس لحتى اهرب من هون، وانتو صدقتوا يا اغبياء. وليش لحتى تهربي؟ ما انتي على حافه قبرك. ماما حواء الحمد لله انك منيحه، خوفتينا كثير عليكي. هات اللي شوف، احكي احكي شو القصة. نازيين وسخين. يلعن الحظ، هالكماشة تعبان كتير. ما سويت هيك لأهرب أنا، كانت مهمتي أعمل ميتي، سويت هالشي لخلص كل الأسرة. ماما حواء انت شو عم بتخرفي؟ لا تسمعوا كلامها لأنها ما بتعرف شو عم تقول.
لساتها مفكرة حالها بالحرب العالمية الثانية. ما لكم شايفين مفكرتكم نازيين؟ هدول عم يخططوا لشي. خلينا نفتش جوا. يلا تعالي شوف. اتركني، ابعدوا عني، لك تركوني. يلا يلا. يلا الحمد لله على سلامتك. اتركني، لا تلمسني ولا جوا. يلا ولك فوتوا لجوا. شو بدكم؟ يلا صوت. وقفوا هيك، جاوبوني، اتركونا بحالنا. في شي ناقص بيناتكم؟ لا. رح عيد السؤال، احكوا في بيناتكم شي ناقص؟ لا. ما في. يا ويلي، الظاهر عرفوا انه نحن هربنا، هلا بيجوا بيقتلونا. يلا اسرعي شوي، استعجلوا، يلا ما ضل كثير، رح نخلص من هالسجن يا بنات. يلا خلصونا. في بيناتكم ناس ولا لا؟ لا. لك يلا يا بنات، يلا يلا. مين عديهم؟ بسرعة، انت تعال معي. وقفوا هيك بسرعة، جنب بعض. يلا وقفوا جنب بعض، يلا بسرعة، فتشوا كل مكان، في هربانين. بسرعة، خذ، شوفوا هاي الجهة، هذيك الجهة، انتشروا، فتشوا كل مكان بسرعة، في بنات هربانين. يلا بسرعة، اجوا بسرعة، عجلوا شوي. يلا اركضوا بسرعة. لاقوهم، انت شوف هنيك، ليكن هون، اوصوا. يلا بسرعة، اركضوا. يلا لا تخلوهم يهربوا. بسرعة جيبوا هون. يلا يلا بسرعة، لكن بسرعة.